الرحمن الرحيم. المشاهدين والمتابعين الكرام، عضوية اتحاد الجامعات الأفريقية الذي يتخذ من العاصمة الغانية أكرا مقرا له، بنرحب بكم في هذا اللقاء الذي تستضيفه جامعة الخرطوم، حيث أول مكتب إقليمي لدول شرق ووسط أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية في رحاب جامعة الخرطوم، والذي تم افتتاحه قريبا بحضور نوعي رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين المال وعدد من أعضاء الاتحاد الأفريقي. ونحن الآن في مسيرة طويلة للتوثيق لوحدة من المؤسسات التعليم العالي الرائدة، جامعة الخرطوم، مؤسسة يعود عمرها إلى ما يزيد عن 116 عام، 1902 إنشاء جامعة الخرطوم، عبر مسيرة طويلة جدا حتى 1956 أصبحت جامعة الخرطوم. وهذه المسيرة التوثيقية للاتحاد الجامعات الأفريقية قصدنا بها أن نسلط الضوء على جامعة الخرطوم وتاريخها ومؤسساتها العلمية والبحثية، كلياتها ووحداتها ومراكزها، ونسلط الضوء أيضا على مجالات البحث العلمي في جامعة الخرطوم، ونسلط الضوء أيضا على كثير من الإنجازات التي قامت بها الجامعة، سواء كان على الإطار البحثي أو التدريسي أو خدمة المجتمع أو أيضا بحوث تعالج قضايا المجتمع. تسليط الضوء أيضا في هذه الحلقة التوثيقية مع عدد من رموز جامعة الخرطوم وعلمائها، عندهم إسهامات كبيرة جدا في مختلف مجالات تخصصاتهم على مستوى التدريس والبحث العلمي والمشاركات النوعية الكبيرة جدا في عدد من المؤتمرات. ويسرنا جدا في اتحاد الجامعات الأفريقية وفي هذا التوثيق أن نلتقي بواحد من علماء السودان، علماء أفريقيا، عالم عنده إسهاماته الكبيرة جدا التي سيفصح عنها هو عبر مسيرة طويلة جدا من البحث العلمي، مدير أسبق لجامعة الخرطوم، مدير أسبق لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بالجامعة، مدير لكرسي خاص بالدراسات التركية، مساهمات ثرة جدا في هذا المجال، البروفيسور يوسف فضل حسن. مرحبا بك بروفيسور. مرحبتين، أهلا وسهلا. ونحن بدأ التوثيق ده كلمنا عن طفولتك وتدرجة. أنا ولدت في قرية صغيرة على شاطئ النيل الأزرق، على شاطئ النيل، حتى أبدأ من جديد ممكن؟ أي والله بصلحوها، ما أنا خايف لأنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا شكرا لكم على استضافة في هذا البرنامج المهم الذي يوثق لتاريخ جامعة الخرطوم وللجامعات الأفريقية، وسعادتي تنبع من أنكم ركزتم على بعض الجهد الذي قمت به في خدمة هذه المؤسسة. أولا ولدت بقرية تبورة، محطة المحمية. تبورة هذه قرية يرجع اسمها لعهد مملكة مروي، والتي ازدهرت بين عام نحو 1000 سنة وانتهت حوالي عام 350 بعد الميلاد. تبورة هذه تقع على شاطئ النيل الشرقي، قرية صغيرة تبعد من محطة السكة حديد حوالي كيلومتر واحد، ولذلك يعتمد سكانها أساساً على الزراعة على نهر النيل وعلى الرعي. وقد اشتركت في هاتين المنشطين، إما اشتراكاً مساعدة في الرعي في الصباح الباكر ساعد حبوبتي عندما تخرج أو جدتي، أو في الزراعة أرقي بالبذور عندما كانوا يزرعوا. والمنشط الثالث أنني في يوم من الأيام بعت القهوة للركاب السكة حديد، وكان ذلك ما يقوم به كل الشبان من قرية تبورة والقرى المجاورة، كانت كباتي أو سبادي أو المقمر، ده كان هذا المنشط. وأهل القرية كانوا يبيعوا منتوج من
ما يصنعونه من 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 السعف. فكان في نشاط تجاري، القطر قطار السكة حديد عادة وخاصة قطارات الركاب تتوقف في المحمية نحو 20 دقيقة، وفي ذلك الوقت كان يستعمل الفحم، ولذلك يحتاج القطر إلى الماء. هذا كان في زمن الأربعينيات، يحتاج إلى الماء، ونحن نقول بلغتنا في محلها القطر ما شرب لسه، إلى أن يكتفي من الماء الذي يعني يساعد في دوران الحركة الماكينات. بعد المرحلة الثانية بعد تبورة قرأت في الخلوة، يعني الخلوة نلت بعض، حفظت بعض الصور، وغالبا أكون أكملت جزء عم في المحمية. من بعدها تابعت والدي، فوالدي كان يعمل في السكة حديد، وهذه أطاحت لي فرصة أن أكون مواطنا لعدد من البلاد، من المدن الصغيرة والمدن الكبيرة. فبدأت بسنار، وفي أدبرة أو عطرة، وفي أبو حمد، وفي سنكات، وفي أوبو، وأخيرا في بورسودان ودار مالي. كل هذه الأماكن عمل فيها والدي إلى أن بلغ، يعني كان ناظر محطة في آخر شيء. فبالنسبة لي أنا كل هذه المناطق تركت أثرا في حياتي، كان ذلك بين السكان الرباطاب، أو بين الهدندة وفي سنكات، أو في البحر الأحمر، المدينة كبيرة في البحر الأحمر. يعني أتيحت لي الفرصة أن أدرس مرحلة المدرسة الوسطى، ودي في حد ذاتها يعني كانت المدرسة الوسطى الوحيدة في مديرية كسر، وأتاحت لنا فرصة بالتعرف على الأغاليم الأخرى من زملائنا. ثانيا في أثناء في ونحن في بورسودان، بورسودان مدينة عالمية بمعنى الكلمة، يعني لأول مرة أرى الساندويتش أوكر رأيته في بورسودان، أكلت المخبازة ونحن في بورسودان، الآيس كريم ربما رأيته من قبل، أو الدندرما، يمكن موقع الجغرافي، الموقع الجغرافي وهي على ساحل البحر الأحمر. لكن أهم ما في العملية دي كلها والتربية في بورسودان الانفتاح على العالم الخارجي. ففي المرحلة الثانوية كنا نعمل في المينا، تسمى الوظائف بتاعنا تيلي كلارك، نحسب البضائع التي تنزل، كم كرتون أثناء الدراسة يا بابا. نعم في أثناء الإجازات. وكانت يعني في الواحد بالطريقة دي كان ينال قدر طيب من المال يكفيه إضافة لدخل والدي وكده. لكن في المرحلة دي حصل لي، إذا كان أنا حصل لي انفتاح على مستوى السودان وعرفت عدد من المدن وأغاليم مختلفة، في نفس الوقت عرفت عددا من الشعوب الأخرى. يعني رأينا الهنود في البواخر حقتهم، رأينا البريطانيين، رأينا ما يسمى يعني من الاسكندنافيان كنتريز، كل هذه البلاد نحن رأينا، رأيت شعوبها ونحن نعمل في المينا. المهم أنا وأنا في بورسودان التحقت بالمدرسة الثانوية ومدرسة وادي سيدنا، مدرسة كبيرة تقع شمال أم درمان، الحياة كانت حياة داخلية، مدرسة راقية جدا، يعني تكاد تكون المدرسة الأولى في زمنها، وتعليم ممتاز. كل التعليم في المرحلة دي كان باللغة الإنجليزية. في المدرسة الوسطى درست كل شيء باللغة العربية عدا اللغة الإنجليزية، لكن في وادي سيدنا كل الدراسة كانت باللغة الإنجليزية، وحصل انفتاح أكبر يعني الواحد على العالم وما قرأه. الأساتذة كان كلهم من البريطانيين، بعض السودانيين، وبعض المصريين، ربما كان في أستاذ واحد من موطن آخر، ده نادر. ثم أتيحت لنا فرصة الحمد لله، التحقت بكلية الآداب في جامعة الخرطوم، ودي انفتاح أكبر وإتاحت فرصة للتعليم أكبر وفي مدينة أكبر. دي مرحلة نحن حنجيها بتاعت جامعة الخرطوم. لكن في السيرة الذاتية يعني فترة الطفولة تقريبا كلها كانت وين؟ مثل ما ذكرت لك لأنك يعني درست الوسطى في بورسودان، لكن المرحلة القبلية. طيب أنا قريت الكتاب أو المدرسة الأولية 3 سنوات تقريبا وربع في أبو حمد على شاطئ النيل، حوالي عام في سنكات، وفي الوقت ده أبوي كان هنا في المنطقة دي، في منطقة البحر الأحمر. من بعدها حوالي 10-12 سنة والدي كان يقيم في بورسودان، ولذلك ده ارتباطي الوثيق. مدة إقامتي الأطول كانت في بورسودان، من بعدها انتقل إلى محطة ببيريكا أيضا بالقرب على شاطئ النيل، ودار مالي، المحطتين دي كده.
فدير كنت أتردد عليه وأنا كنت تخرجت في الوقت ذاك. المهم في المرحلة الأولى بتاعت الطفولة دي يكاد يكون أكثر حاجة تعلمتها أنا ومن ارتباطنا بالسكة الحديد قيمة الوقت. فكان والدي همه إنه القطار يأتي إلى المحطة في الموعد الخاص ويسافر في نفس الموعد بدقة شديدة، ويعني دي خلتك تحس بأنه هؤلاء الناس يعطوا يعني المسؤولين في السكة الحديد يعطوا الوقت قيمة كبيرة. ما زالت هذه الصفة يعني عندي، أنا أهتم بالمواعيد وفي وأحمد الله إنه ساعدتني في ترتيب حياتي بصورة كثيرة. يعني أنا الحمد لله الاحترام الوقت ده كده وتعرف قيمته. نعم نعم. كلمت برضو عن وادي سيدنا، معلوم جدا إن السودان في الفترة اللي يمكن حدثت عنها دي كانت فيما يعرف بالمدارس القومية الكبيرة، وادي سيدنا وحلتوب وخرطق، يعني مدارس بيكون فيها كل المكونات بتاعة الشعب السوداني كلهم موجودين في تلك المدارس. لو وديتنا إضاءات خفيفة على التجربة دي وتأثيرها في حياتك المستقبلية. نعم. جل طلاب وادي سيدنا كانوا من أمدرمان الخرطوم والخرطوم بحري، وحتى الداخليات في مدرسة وادي سيدنا كانت منظمة بأنه يعني مثلا داخلية ستاك تكاد تكون أمدرمان، كيتشنر أمدرمان، وينجت معظمها الشمالية وهكذا. فكان في تقسيمات داخلية، ود البدوي معظمها من منطقة حلفة ودنقلة، هذا الترتيب نيوبولد كده، كل هذه المسميات كانت بأسماء بريطانيين. لكن بعد شوية لما بدأت الحركة الوطنية صدرت كل هذه الأسماء أو عربت أو شيء من هذا القبيل. الطلاب أنا كنت في داخلية جل طلاب من وادي حلفة ومن المديرية الشمالية، وقل نحن الذين وفدنا من بورسان، لكن حتى في الآخر وصولنا كانت ترجع إلى هذه المناطق. يعني كان معي ثلاثة من أخوتي أو أربعة كلنا جينا من بورسودان، كان كلنا بنتمي لنفس المناطق، فكان الجانب العرقي أو الجانب البيئة التي أتينا منها لا تختلف عن البيئة الآخرين ما عدا بيئة أمدرمان. بيئة أمدرمان بيئة يعني عاصمة مدينة راقية، الخرطوم إلى نفس الشيء. البيئة الأخرى اللي بتختلف اختلاف كبير بيئة أدبر، ده أغلب عليها كلها عمال، ويعني تحس بأنه في اختلاف بينه وبين الآخرين، يمثلوا مناطق مختلفة من المديرية الشمالية. لكن الجانب البيبروس ليكا السودان ككل وليس المنطقة في الآخر، يعني الانصهار ده موجود صحيح. وده ساعدنا في الآخر معرفتنا لبعض زملائنا من وادي سيدنا وفي الجامعة. بعد ما عملنا في الحياة العامة كنا نعرف كل شخص من يحتل الوظيفة. جزء من تجربة البروفيسور يوسف فضل حسن مدير أسبق لجامعة الخرطوم، باحث له وزن وله كتبه ومؤلفاته وإشاراته، كانت تلك حتى مرحلة التعليم العام. المشاهد الكريم والمتابعنا نخرج فاصل ثم نواصل سيرة البروفيسور يوسف فضل حسن في مرحلة الجامعة. Welcome to the University of Khartoum, which was set up in 1902 in Khartoum, Sudan. The university has a lot of antique buildings, and among them is the University of Khartoum Library, which is one of the oldest buildings of the university. It was set up in the early 20th century. The library has benefited from some donations, and these include the Turkish and the Japanese corners. The Turkish corner was refurbished by the Turkish Cooperation Agency, and the Japanese corner was also refurbished by the Japanese International Cooperation Agency. The main entrance of the library has two big halls, the Western Hall and the Eastern Hall. These great halls house historic collections of the university. The university library facilities include an antique conference room that is a popular destination for numerous conferences and public lectures. The library is also a repository of ancient manuscripts, photos, newspapers, and very old maps of regions, countries, and Africa. A majority of the manuscripts are in Arabic. Among the artifacts in the library are a 900-year-old Holy Quran, a 20-volume description of Egypt by Napoleon Bonaparte and a group of French scholars. There is the Sudan Almanac, which is over 100 years old, as well as a Holy Quran, which was donated by the President of the Sudanese Senate in the 1950s.
University of Khartoum Library is a must visit to the first time visitor as well as researchers and other academics who visit Sudan. مرحبا بك المشاهد الكريم. عدنا لضيفنا داخل الاستوديو البروفيسور يوسف فضل حسن. تحدثت عن دخولك لجامعة الخرطوم من مدرسة وادي سيدنا. حدثنا عن تجربتك في كلية الآداب جامعة الخرطوم والانتقال من التعليم العام الثانوي إلى التعليم الجامعي وبعد ذاك المحيط العام في الجامعة وأجواء في ذلك الوقت. أول تغيير يعني لاحظته لما وفدنا إلى الجامعة الإحساس بأنه في طلبة كبار وطلبة صغار. يعني الطلبة بعضها بيكون في السنة السادسة ويدرس طب في الهندسة ويدرس وهكذا. وأول إحساس لنا لما جينا ما كان وجدنا داخلية كل طلابة من السنة الأولى، فعشنا في داخلية النيل الأبيض النيل الأزرق. وأعطيت لنا الكومن روم أنا وزملائي كنا حوالي 10 طلاب، ولذلك الإحساس بأنه أول ما دخلنا في هيبة ونوع من الروعة كده مما يحدث طلاب في سنة سادسة. وانت فكنا ندخل لقاعة الطعام إما في أول البداية أو آخرة واحتراما للوجود الآخر. وحقيقة كنا لا نعرف حتى يعني آداب الأكل بالطريقة التي يأكلون بها، كانت مستوى على نسق أوروبي. الطالب كله طالب عنده صحن وورق وعنده شوكة والسكين عنده احتياجاته الأخرى ما تعودت على ما اعتدنا عليه، ونحن نستعمل يدنا حتى يومنا هذا أكثر من ذلك. ده شيء كان جديد بالنسبة لنا، والحضور في وقت خاص وتخرج ما في كلام، يكاد يكون الكلام همس. ده الانطباع الأول، انتقال كبير. نحن بدل ما كنا في وادي سيدنا جلهم من المديرية الشمالية والعاصمة الخرطوم أو مديرية كسلة إلى حد ما، الطلاب من كل السودان يكاد يكون، وده احتياج. يعني معنا زملاء من جنوب السودان، من أقصى الشمال، من الغرب، من الشرق إلى آخره. هذا شيء جديد، وبدينا نعرف المناطق الأخرى والصداقات ومعارف. وفي هذا الأثناء يعني كانوا تحت لنا فرص أن نزور مناطق أخرى. يعني في أول سنة لنا ونحن طلاب في السنة الأولى وخيمة مهرجان كردفان الثقافي كان في الأبيض، وكان ذلك في عام 52. دي أول مرة أنا أذكر سنة مما بديت. فالمهرجان ده قاموا به بعض زملائنا من كلية الآداب، وكلنا توكلنا على الله ومشينا زرنا الأبيض. لأول مرة أنا أخرج جنوبا يعني وأنا على وعي أصل تلك المنطقة. استضافتنا الأبيض كلنا، وكان من نصيبنا أن نعيش مع بعض في الأسر، ما في فنادق، ما في شيء من هذا. المهرجان مهرجان جيد من ناحية ثقافية، من عروض، تجربة. السفر بالقطر ليس جديدا علي، لكن أسافر لهذه المسافات الطويلة وتمر على الجزيرة ومن بعدها على الكردفان وإلى آخره، ده كان نشاطه. فده انفتاح آخر ده الواحد ناله. يعني أنت شفت الناس في الجامعة زملاء جدد ليك من مناطق مختلفة، بعضهم من كتم، بعضهم من نيالة، بعضهم من زالينجي، وكلها أصقاع السودان. دي تجربة. التجربة الثانية شيء جديد، لأول مرة نرى هذا الكم الكبير من الأساتذة الكبار. بعضهم يعني مثل كبار في السن، يعني زي مثل بروفيسور مكي شبيكة، يعني ده يكاد يكون من أوائل الأساتذة الذين يعني ولجوا مجال التعليم العالي ونجح فيه نجاحا كبيرا. وهو ونحن الواحد في التاريخ اختار واحد من المواد التي يدرسها. بعض البريطانيين الكبار يعني منهم. حدثنا يعني برضو عن النشاط الأكاديمي في الجامعة في تلك الفترة. واختيارك لمادة التاريخ. الأساتذة في الوقت ذاك منهم زي جي إن ساندرسون، بروفيسور كبير في التاريخ، عمل أكبر كتاب عن وادي النيل، أعالي وادي النيل في هذا الحج. آخرين يعني منهم بروفيسور عبد الله الطيب، منهم البروفيسور إحسان عباس، منهم البروفيسور النويهي، منهم البروفيسور عبد المجيد عبدين، كلها أسماء كبيرة ما شاء الله، ليس على مستوى السودان وعلى مستوى الوطن العربي في العالم. لما جينا كلية الآداب كان عليك أن تختار. فدرسنا في أول العام جغرافيا، تاريخ، لغة عربية، لغة إنجليزية.
عامة في مواد إجبارية كلنا عامة ندرس الفصل الأولى، ما عليك أن تختار من بعد ذلك مادتين. فأنا أول مادة تركتها كان اللغة الجغرافية، ومن بعدها الإنجليزي خوفا مما إنها يصعب عليك إنك التلام. فلما جيت أخذت الجغرافيا اخترت الجغرافيا يعني تاريخ، اخترت التاريخ. قالوا لي لا تأخذ الجغرافيا، وكنت نلت فيها درجة يعني طيبة. فقابلت الأستاذ كان سعد الدين فوزي وعميد كلية الاقتصاد، كانت في فرصة أن تدرس الاقتصاد في السنة لأول مرة، بدايات علم الاقتصاد أخذت في الجامعة، وكان لك فرصة تدرس الاقتصاد. فأنا طلبت منه، هو عميد هو المسؤول من قسم الاقتصاد في ذلك الوقت، فقال لي تدرس أنت ليه تركت الجغرافيا؟ الجغرافيا أنت جايب مادة كويسة. قلت له أنا جبتها شطارة بالقوة لكن أحب أدرس اقتصاد. فقال لي باللغة الإنجليزية قال لي economics needs good student. قلت له I'm a very good student sir. فنظر إلي فتح الجدول فرأى أنه نمرة التي نرتها فعلا في الجغرافيا ممتازة، لكن فأعطاني الفرصة وحمدت الله. فكان أنا اخترت ثلاثة مواد، لغة عربية تاريخ واقتصاد، صرت بهذه الثلاثة مواد حتى أتخرج. لكان التاريخ كان أفضلهم، وحبي للتاريخ يرجع للمرحلة الثانوية، يعني من درسوني في المدرسة الوسطى حببوا إلي التاريخ، منهم الهادي أحمد محمد صالح، منهم الأستاذ أحمد محمد أحمد صالح ثابت، ديل الاثنين كان تركوا أثر كبير في نفسي من المرحلة الثانوية، من المرحلة الوسطى، من المرحلة الوسطى في المرحلة الثانوية. نعم. كان الأثر الأكبر جاني من أستاذنا الشيخ عبيد عبد النور، وكان هو مدرس تاريخ وكان هو نائب الناصر، ودرسنا التاريخ في السنة الثانية. والحقيقة طريقة التدريس وعرضه وانتقاءه للمواد المثيرة، هو كان من الناس اللي هم دوروا في الحركة الوطنية وكتب قصائد كثيرة، ضفائر جودي الوطن واهتفي فليحيى الوطن، جودي الرسن واهتفي فليحيى الوطن، يعني كل دي حببت إلي التاريخ. ووجدت من الأساتذة هناك بروفيسور مكي الشبيكة، ألم بطنسي وبولت عميد الكلية كان أستاذ تاريخ ممتاز، إحسان عباس تحبب إلي التاريخ جدا، وحبب لنا التاريخ العربي الإسلامي، وده المجال اللي أنا تخصص في آخر. نحن للمجال للتخصص لأنك برضو نشوف مرحلة ما بعد الجامعة. حاضر. وإنت تخصصت في مادة التاريخ بعد ذلك ذهبت لدراسات عليا. طيب. كيف كانت؟ طيب يا إذا رأيت أنا أكتفي بما قلت أنا هنا أكتفي. أمشي لنا للمرحلة بتاعت التعليم العالي. فلما أكملنا الثانوي. جامعة. لما أكملنا الجامعة. أنا كنت أتوقع أن أنال منحة دراسية في نفس العام، لكن ده ما تحقق وما اخترت. ونحن بنبحث على العمل وما زلنا في الداخلية، ظهر أنه حكومة المحلية، وكان بداية التدريب بداية كيان للحكومة المحلية في البلد مجالس البلدية، كنا الدفعة الثانية اخترت فيها، ودي فرصة كانت خلتني تعرفت على باقي السودان، يعني العمل العام. العمل العام. نعم. فقضينا ثلاثة أشهر تدريب عن يعني أبجديات الحكم المحلي وإلى آخره، ورسلنا إلى الأغاليم للتدريب. فاخترت الأبيض، المدينة اللي زرتها وأنا طالب في الجامعة، وكانت مدة تدريبية جميلة جدا. فكانت اختار مدينة ومجلس روفي، ومن بعد إلى مروابة. ضباط إداريين. نعم. نعم. فنعم كان مساعد ضابط أمر إداري، ويعني أخذنا تدريب عسكري شوية ونجيد ضرب النار شوية إلى آخره كله، وتحية بالتحية العسكرية والانضباط الكامل. ففي الأبيض قضيت ثلاثة أشهر، وكانت في زمن الخريف، يعني لم أستمتع بخريف مثل ما استمتعت بالخريف في مدينة الأبيض. أهل كرماء والخريف ما شاء الله كريم جدا جدا، لكن هذا الماء الذي يصب من السماء يختفي في دقائق لا ترى له أثرا في تلك الطبيعة الرملية. ومن الأبيض في مروابة، فمروابة دي جبت كثيرا من المناطق وتعرفت عليها، وكانت تجربة، يعني ما يعهد إليك في مرة من المرات أن تطفئ النار في مكان قامت فيه حريق، يقول لك أفتح الشارع بين هنا إلى هناك، وتفتح الشارع بين مروابة إلى شركيلة أو إلى العباسية، ويكون معك مجموعة من العمال وإنت لا تعرف في الكثير، لكن هم يدرون ما يعملون.
والمرور على المتاجر وهكذا. انتهت الفترة دي رجعنا، لكن اتحت لي فرصة نادرة، امتحنت الامتحان الأخير ونجحت. قبل الامتحان بشوية جامعة الخرطوم اختاروني مساعدة تدريس. بعد عدت من الأبيض؟ من الأبيض ومروابة وكده، والمرحلة الأخيرة وأخذنا للشهادة. نعم. ونلت شهادة الحكومة المحلية فيها التدريب دي، واخترت مساعد تدريس في الوسط. وكان عندي فرصة إنه أنا أذهب إلى القضارف مساعد ضابط وليس مساعد ضابط تحت التمرين. فذهبت إلى 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 القضارف فرحا بذلك الموضوع، ومكثت أسبوعا، وإذا بالضابط المسؤول يبعث إلى بريطانيا لينال درجة الماجستير. فوجدت نفسي ضابطا تنفيذيا بالإنابة لمدينة القضارف بأثره. هذه التجربة لا أحسب أنها يعني أنال شخص لمدة 3 أشهر أنا كنت الحاكم لمدينة. تبوأ هذا الموقف. أي نعم. ولذلك تجربة يعني ثرة بالنسبة لي، كيف تتعامل مع الناس، عندك مشايخ العرب، عندك القبائل البيدية، عندك المواطنين الأصليين. ومن بعدها عدت إلى جامعة الخرطوم. في نفس المرحلة دي أنا في الأول لما أخذوني في الحكومة المحلية، اخترت في الحكومة المحلية، ظننت أن هذه نهايتي ولا بد أن أحضر نفسي في هذا المخط. فبدأت دراسة شهادة القانون العالي، حاجة تسمى Higher Law Examination لوزارة العدل. وصرت في هذا المسار وانتحت مع الحكومة المحلية ونلت الشهادة. هذه الشهادة لو بقيت في الحكومة المحلية أو صرت إداريا تعطيني الحق أن أكون قاضي من الدرجة الثانية، لكني ما مكثت حتى أتبوى هذا الشرف وعدت إلى جامعة الخرطوم. وكنا بحمد الله الاختيار لجامعة الخرطوم أستاذنا مكي الشبيكة بعتنا إلى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، School of Oriental and African Studies، وقال تدرسوا برانش 4، الفرع الرابع من التاريخ في تلك الجامعة يعنى بالشرق الأوسط. وكان أنا درست في جامعة، وبروفيسور شبيكة عاهد إلي أنا، أو كان يعني وزميلي الذي سبقني بروفيسور عثمان السيد أحمد إسماعيل البيلي، أنه وننهي هذه الدراسة في 2 وليس في 3 أو 4 كما هو الحال عندهم هناك. يعني المدة الأدنى مدة لها 3 سنوات للأونر سيكري في جامعة لندن. فعثمان وأنا يعني الحمد لله لنا هذه الشهادة. هذه كانت من أصعب الشهادات، خوفي من أول يوم، إذا لم تنل الشهادة الدرجة الأولى العليا فلا مكان لك في جامعة الخرطوم. وده يعني كان شبح كده، معيار صارم جدا صارم جدا. نعم. فالحمد لله الواحد نجحنا وعدنا ودرسنا. لما رجعنا إلى الجامعة وجدنا بعض طلابنا وصلوا السنة النهائية، يعني فكان زمالتنا كم قضيت في مدرسة الدراسات الشرقية دي؟ سنتين أقل من سنتين بشوي. للدكتوراه؟ لا دي وللتهيئة؟ لا دي درجة الشرف كامل اونرز ديجري. تكمل بها دراستك في جامعه الخرطوم هنا؟ لا ما مكمله للدراسه. لا في جامعه الخرطوم انا ما اخذت درجه عامه 3 علوم، هنا دي درجه تاريخ فقط. بروفيسور شبيكه لما قال يعني طبعا رايه انه نحن درسنا جزء من التاريخ وعندنا خبره ولذلك ما حقو نقعد 3 أعوام حتى ننال هذه الشهاده. فعثمان ناله وانا نلتها بعد 2 كاملين وعندنا بي اي اونرز، ده أقل مؤهل كان ممكن تدرس به في جامعة الخرطوم. والحمد لله. فجيت درست 3 سنوات تقريبا، وبعدها أتيحت لي فرصة أن أذهب إلى الدكتوراه. في 3 سنوات دي كانت تجربة طيبة، من غير التدريس كان عندك تشرف على داخلية من الداخليات، درست فيها تاريخ الإسلام الأول صدر الإسلام وحتى الدولة العباسية، ودرست التاريخ العثماني، دي المادتين الأساسيتين اللي درستهم. وكثير من يعني طلبت دي اللي ما شاء الله كبار وبعضهم بلغ سن المعاش، والواحد سعيد بأن يراهم في كل المواقع التي يذهب إليها. ده بالنسبة لي تجربة لندن، يعني كانت تجربة مهمة من ناحية علمية، يعني الواحد تدرب عليه إنه أهم شيء كيف تجري بحثاً، وما كان بالجانب النظري بالتطبيق، وخاصة في السيمينارات
أو ورش العمل أو التي تعقد. دي فترة الدكتوراة. دي في من الأونرز ديجري نحن بدينا في الحكاية. لما رجعت ثاني دي رجعت في الدكتوراة دي كانت العملية. نحن يا بروفيسور المشاهد الكريم نأخذ فاصل قصير في تجربة ومسيرة البروفيسور يوسف فضل حسن. وهو الآن يعني توقف عند محطة نيل درجة الدكتوراه في مدرسة الدراسات الشرقية بلندن. وفاصل ونعود إن شاء الله لنواصل. سيرة البروفيسور يوسف فضل حسن. ويا بروفيسور نحن لازم نشوف مرحلتك الثانية في لندن مدرسة الدراسات الشرقية لنيل درجة الدكتوراه. قبل ما أجاوب على سؤالك، في المرحلة الأولى نحن في مرتبة الشرف كان عليك أن تدرس لغة أخرى فوق العربية والإنجليزية، أن تجيد الترجمة من تلك اللغة إلى إما للعربية أو للغة الإنجليزية. ولما أقول لك تجيد الترجمة لك الحق تستعمل ديكشنري، يكون عندك قاموس. فدي أنا درست فيها لغة فرنسية ودرستها، بديت في لندن، لكن عشت مع أسرة فرنسية في قرية صغيرة تسمى فرانجافيل سان نيكولا بالقرب من نانسي اللي هي في الحدود تكاد تكون الحدود الشرقية لفرنسا. في تلك القرية أنا كنت الوحيد السوداني، والأسرة كلها تجيد اللغة الفرنسية، ما بيتكلم غير الفرنسي. وكان ذلك في عهد ديغول لما كان ديغول هو حاكم فرنسا وكذا. وكثيرا ما كانوا الناس يعني بشكل ده كده موضوع اهتمام وتساؤلات كثيرة. من أهم الأشياء التي سئلت من أين أنا أتيت، وكانت شلوخي العلامات التي تزين وجهي موضوع تساؤل من كل الناس. فبعض غريب طبعاً. نعم شيء غريب، وخاصة يعني كانت تجيني دعوات وكذا أزور من قرية لقرية أو من بيت لبيت. لكن من أهم الأشياء احتاروا فيه، فسألوا المصورات في القرية اسمه جورج مارشال، لا أذكر اسمه، وهو قد جاب في بعض أصغر أفريقيا، فقال لهم لابد أن يكون ابن زعيم، he must be the son of a chief. فسألوني قالوا لي أنت صحيح ابن كيف؟ قلت لهم نعم أنا ابن كيف، وظن بي هذه الصفة، ودي خلت إقامتي يعني وتجاوبي مع القرية، وإنك تتكلم الفرنسية بشيء من الطلاقة، لا دعينا نتكلم اليوم نسيتها. لكن دي كانت من التجارب المهمة. وبعتها مشيت ذهبت زرت باريس قعدت فيها شوية كده، وثم إلى لندن أخرى وتابعت دراستي ده فيها. ده كان في إجازة يعني جازة العامين القبليدو. درجة الدكتوراه كاد أكون حضرت للموضوع، اخترته من هنا، واخترته بعون من أستاذي البروفيسور إحسان عباس اللي هو كان أستاذ اللغة العربية والتاريخ الإسلامي في الجامعة. ويكاد يكون يعني تعرفت على الخطوط الرئيسية للموضوع، وهو الهجرات العربية إلى السودان. وفي الوقت ده
قبل ما ذهبت إلى القاهرة مكثت 3 أشهر، فطلعت كل ما في يوجد في دار الكتب المصرية، كل الرسائل التي كتبت في هذا الموضوع، منها رسالة البروفيسور مصطفى حمد مسعد ورسالة أخرى لأستاذ كتب عن الهجرات العربية إلى كده. فكان عندي فكرة عن الموضوع. لما ذهبت إلى لندن، ما ذهبت أول العام، ذهبت في حوالي 20 يناير، وفي الجزء الأول من يناير ده أنا كنت قد تزوجت واصطحبت زوجتي معي، وكانت طالبة في السنة الأولى في الجامعة هنا. فكان يعني تجربة لنا كده نحيط حياتنا الزوجية، لكن هي تدرس وأنا أدرس. وموضوع العرب والسودان من هذا هو موضوع أي الموضوع رسالة العرب والسودان. العرب والسودان أي يعني شرفت بالإشراف لي أنا علي بين أستاذين جليلين. الأول برنارد لويس. برنارد لويس بعتبر يعني من أهم الأساتذة أو أقدرهم في تاريخ الشرق الأوسط عموما، الشرق الأوسط، إيران، العرب، تركيا إلى آخره، كل المنطقة. والأستاذ الثاني بيتر هولت، كان في السودان وكان مسؤول من دار الوثائق ودرس في جامعة الخرطوم بعض الكورسات. فبين الاثنين أنا بديت مع الأول والثاني. ومن أهم الأشياء هنا الزمالة معك للإخوة الآخرين، وكل أسبوع أنت بتستمع إلى بحث آخر ونقد، وبيوعد كل الأساتذة في الكلية بيحضروا السيمينار دي، بيكون في حوالي 15-20 من طالب دراسات عليا إلى أستاذ، ولذلك بتلقى تدريب جيد. وفي المرحلة دي أنا يعني زرت أوكسفورد كامبريدج. من الأشياء اللي بديت أدرس لغة عبرية، أقول على الأقل تقدير بعض المصادر اليهودية اللي كتبت عن تاريخ المنطقة دي، وهي كتبوها تجار، كتبوها بحرف، هي لغة بحرف عبري لكن الكلام عربي. فكان علي أنا أتعلم الحرف العبري حتى أقرأ ما كتب بالعربية في مادة تسمى بالجنيزة، ودي معظمة كانت موجودة في كامبريدج. وكان علي أنا أسافر إلى كامبريدج تقريبا مدة 2-3 شهور، لكن في الأخير الأستاذ الثاني اقتنع أنه ربما لا ضرورة لهذه فهملته، لكن قضيت وقتا طويلا فيها. ودي يعني ذهبت أيضا إلى فرنسا لبعض الكتب، والحمد لله في الأخير أكملت درجة الدكتوراه، كانت ممتعة. الرسالة بعد ما كتبتها بهيئتها كاملة دون نقص نشرت سنة 1967، نلت درجة الدكتوراه في 64، وهذه نشرت في 67 ونشرت مرتين في نفس العام، وأنا سعيد بها جدا. يعني المشاهد الكريم، دي نهاية مرحلة. بروفيسور يوسف فضل نال درجة الدكتوراه في مدرسة الدراسات الشرقية في لندن وعاد إلى جامعة الخرطوم. فاصل قصير ثم نعود إليكم. The University of Khartoum is the oldest university in Sudan. It has a lot of faculties, and this includes the science faculty. The science faculty has a lot of facilities, and among them is the Microbial Culture Collection Unit, MCCU. The MCCU has 2 subunits, namely the Molecular Biology and the Microbiology Units. The Microbiology Unit consists of the Culture Room and the Microbiology Lab. The Microbiology Lab is well equipped with state-of-the-art facilities to conduct analysis on bacteria and other microbes. The bacteria then sent to the Culture Room for incubation based on 2 temperatures, that is the cold and the room temperature. There is also a freeze dryer that converts bacteria into powdery forms to be stored over time. The Molecular Biology Unit is where DNAs are extracted using equipment such as microwaves. Other facilities of the unit include a sterilization room where all equipment used in the unit are sterilized. It is also where the microbes used in the various experiments are killed. A cold room where samples such as DNA and media are kept, as well as a meeting room where seminars and experiments are done. مرحب بك المشاهد الكريم، ومرحب بك بروفيسور يوسف فضل. عدت إلى جامعة الخرطوم دارين مسيرة أكاديمية وإدارية في جامعة الخرطوم. بعد عودتي لجامعة الخرطوم كانت هناك يعني أسست شعبة أبحاث السودان،
ومولد هذه الشعبة تم في أيام بروفيسور عبد الله الطيب وهو عميد لكلية الآداب، وكنت في حينها بمثابة سكرتير أو مغرر لرؤساء الأقسام عندما نغش هذا الموضوع إنه تأسيس شعبة أبحاث السودان. وكان القصد منها إنه أن يهتم بالدراسة كل ما يدور في منطقة السد العالي وتهجير النوبيين وهذا الحدث الكبير. حدث محدد يعني انشئت ليه والوحدة؟ ده كان من الأشياء يعني هو الاهتمام بجمع التراث عموما. ومن أهمها الأشياء المنطقة المهددة بإنه تغطى بمياه النيل مرة واحدة، أنت لابد أن تقوم دراسات. فكان في اهتمام بالدراسة، ومن أول الكتب النشرت في المقولة ده كتاب لأحمد محمد علي الحاكم الله يرحمه، بروفيسور أحمد كان هو في حينها يعني مساعد تدريس، قام بهذه الدراسة فيه معالم كل المعالم الزخرفية الموجودة في المنطقة دي وغطت مياه النيل. كان الاهتمام بالموضوعات دي عموما، التراث عامة، ما يعني تغرق مياه النيل وكده. ففي أيام بروفيسور ساندرسون كان الاهتمام بالجانب ده. أنا أول ما عدت ساندرسون كان يعني يكاد يكون انتهت مدة خدمته وراجع لجامعة لندن، فربنا أكرمني اخترت مديرا لشعبة أبحاث السودان. وكان علي نحن كل اللي سافر كان في يوسف والكاتب ده كل اللي صار بتاعنا، علينا نعمل الحكاية دي، كيف نخلق شعبة أبحاث السودان، كيف نضع عليها برنامج، كيف نضع عليها نظام أساسي ستاتيو. فنحن اهتمينا بموضوع النوبيين عموما وتهجيرهم، وكان من أول الدراسات دراسة يعني هجرة النوبيين إلى خشم القربة، دي واحدة من الدراسات. واختنا عدد من المساعدين تدريس إسماعيل حسين الآن في أمريكا وبروفيسور في جامعة ويليامز، وبروفيسور ميمونة من غنى حمزة مساعد تدريس، سيد حامد حليس مساعد تدريس، والعدد يزيد شوية شوية. دي كانت الأوائل. المنحة الدراسية الأولى كانت على روكفيلر فاونديشن وبعضها على فورد، فأخذنا دعم من المؤسسات العالمية تدعمنا في هذا العمل، خاصة ما يتعلق بالتهجير وما إليك. ده جانب. اهتمينا بجمع روايات الشفوية من كل المناطق، وفي دي ساعدتنا وزارة التربية، دون عدد من المعلمين عندهم خبرة كويسة انطلقوا في السودان، اثنين منهم في بين المحس، واحد بين السكوت، هنا في القريات عند المناصير، يعني عدد. لما أنا تركت الشعبة كشعبة يمكن يكون كان عندنا 150 كتاب من نوع العمل الزيت، قواما كله أنه تركب عربية وعندك آلات تسجيل جروندي الماركة كانت في ذلك الزمن، وكانت مادة يعني مسجلات جيدة وكذا، من الناس اللي اشتغلوا شغل جيد جدا في المجال ده بروفيسور عبد الله علي إبراهيم، بين الرواة في المناصيف وبين الرباط أحمد عبد الرحيم مصر، يعني كل الشباب ديل في البروفيسورات اللي بقول لك اسمهم ديل بدوا العمل في شعبة أبحاث السودان. بروفيسور ميمونة من غنى حمزة كانت مهتمة بتاريخ الخرطوم، وأول ماجستير كتبت عن الخرطوم كده. كان التركيز الأول أنا أطلب الدعم من المؤسسات المختلفة، وزارة التربية كانت دكتور محي الدين صابر رحمه الله كان عوني لنا كبير، من الحكومة المحلية من الجهات دي كلها كنا لها. فده أدانا فرص نجوب أصغاء مختلفة من السودان، حتى ندي الرواج اللي عملنا ده أي ضيف جاي من الخارج أنا بكون اتصلت به وقبل له صلة بنوع عملنا ده بدعوه يقدم لنا محاضرة محاضرتين، بنستضيفه في البينك بالاس، الجامعة بتستضيفه بتاعي له فرصة الإلغاء أسبوع كامل. ده فأدانا فرصة نحن نعرف في المناطق الأخرى، فبدوا يجونا بعض الأساتذة نحن نستضيفهم بالتعاون مع دار الوثائق المركزية، وأنا كنت عضو فيها، كان الأخ محمد إبراهيم أبو سليم الله يرحمه خير عون لنا في المجال ده. فدي الانفتاحات دي كلها كترت. بدينا أول نشاط مهم بالاهتمام بعقد مؤتمرات، وكان أول مؤتمر عملنا السوداني لأفريكا ده في فبراير 68. هذا المؤتمر قبل ما يقوم أنا كنت زرت أي بلد فيها واحد من الأساتذة دي لأدعوه للعملية دي، وكان ذلك في تلك المرحلة التحضير لقيام معهد الدراسات الأفريقية فالجمع بين معهد الدراسات الأفريقية وشعبة أبحاث السودان.
شعبة معهد الدراسات الأفريقية قام هنا وانتقل إلى هذا الموضوع سنة 72، فالمؤتمر قام قبله وتسلسلة من المؤتمرات الأخرى دي أدتنا ثقة في أنفسنا. الجامعة وثقت فيه ما نعمل هو الشيء الصح، أدى الجامعة دعاية كويسة جدا جدا، ده المجال اللي انطلقنا فيه. وبعد شوية لما أسست معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية كان في الأول بحث، لكن أنا رأيت أنه لابد أن نكون عندنا شهادات علمية عشان تقوي المسار بتاعنا، وكان عملنا شهادة في الفولكلور، أول دراسات عن الفولكلور قمنا بها، أول بحوث قامت هنا. كنت الوقت ذاك مديرا لهذا المعهد؟ نعم. لا لك أي مدير، ما أنا آه. أنا زي ترقيت مع شعبة أبحاث السودان ترقب، وأنا بقيت المعهد وكل اللي كانوا أي وكل الشبان اللي كانوا معي كلهم انتقلوا إلى معهد الدراسات. وفي الوقت ده بدينا نرسل للبعثات، يعني سيد كان في بعثة قبله وعاد هذه بعثة ثانية ثم الثالثة سيد حامد حليس وهكذا عبد الله علي إبراهيم أحمد عبد الرحيم الصميمونة كل الجماعة دي يعني نالوا تدريبهم فعملنا قسم الفولكلور. هذا أول قسم في الشرق الأوسط يعنى بالفولكلور، ويكاد يكون المنافس لقسم آخر في غانا كان يعنى باللغات الشعبية في غانا. فنحن من الفولكلور اهتمينا بالدراسات الأفريقية والآسيوية كشهادة جامعية واللغات الآسيوية والأفريقية. من الناس المهمين اللي اشتغلوا معنا في اللغات الأفريقية بروفيسور ستيفنسون، ده الأوثوريتي يعني أهم مصدر للغات الأفريقية في السودان وخاصة جبال النوبة ستيفنسون، ده كان أستاذ معانا. وهيرمان بيل، ولعلك تكون أنت شفت هيرمان بيل، هيرمان بيل أمريكي قابلته أنا في زيارتي لأمريكا، واحدة من الزيارات 67 ولا شيء من هذا القبيل، واقتنع أنه يأتي للسودان، وكان من اشتركوا في دراسات السد العالي ومكث حوالي 12 سنة إلى أن صار بروفيسور. وكل الاهتمام بإجراء البحوث عن اللغات السودانية المختلفة دي ثلاثة أقسام وكده. في الوقت ده أسسنا مجلة الدراسات السودانية سنة 68، وأنا عايد لا أي 68 أو 67 وأنا عايد من أمريكا، أو يمكن قبلها 66، التقيت بالأخ عون الشريف قاسم في جامعة دنبرا، كان مبعوث هناك، وذكر طلبت منه يا عون متيتا ترأس لنا مجلة حنقيمة، قال لي برأس لكم، لكن قلت لي لكن شنو؟ قال لي تصدر لي كتابي المعجم تاع كلمات اللغة السودانية اللغة العربية في السودان. فنحن نشرنا، ده كان من أوائل الكتب الكبيرة التي نشرنا، ولجنا مجال النشر، فعندك مجلة الدراسات السودانية جاون الليلة من أهم المجلات في جامعة يعني من ناحية علمية عندنا. فمجلة الدراسات السودانية وبدينا ننشر في الكتب. من الأشياء المهمة اللي اقتررت بشعبة أبحاث السودان معهد الدراسات الأفريقية قبل ما أنا أصير مدير لشعبة أبحاث السودان، طلب مني المحرر السابق بروفيسور كنيسون وساندرسون، ديل كانوا محررين لمجلة السودان في رسائل ومدونات سودان نوتس ريكوردز، دي أهم مجلة اقترنا اسمها بجامعة الخرطوم، ويرجع تاريخها لسنة 18، أسست في زمن وينجت باشا، وكانت تبع مكتب السكرتير الإداري، انتقلت لجامعة الخرطوم من ناحية التحرير. في الآخر يكاد يكون ارتبط تاريخها بجامعة الخرطوم ارتباطا كاملا، اللي يمدل عندنا مشاكل شوية نرجو إنه نتمكن من حلها، لكن دي من الإضافات المهلة. عندنا مجلة ثالثة ما لقت نفس الحظ من النجاح، لكن دي بالنهاية معهد الدراسات الأفريقية استمر في المؤتمرات حقاته في المناشط حقاته. في كان له عمل عملين من خارج المعهد وأنا سعيد بهم جدا، اللي هو يعني ارتبطت أنا شخصيا بوزارة الخارج من سنة 60. أي دبلوماسي عينة كان امتحان، وأنا كنت من الناس اللي صلة به، وأدى دي زي السمعة كده إنه كأنه شعبة أبحاث السودان أو معهد الدراسات الأفريقية هو البحرين للدبلوماسيين الجدد. لكن هي كان عمل خاص، فكان العمل يأتيني من ناس الخارجية عايزين نضع الامتحان، يساعدوني أربع أساتذة في الغالب، ساعدوني فيه بروفيسور عبد الله الطيب، بروفيسور محمد عمر بشير، بروفيسور مدثر عبد الرحيم،
علي عبد الله عباس، توحيد عثمان حضرة، يعني عدد من الأساتذة من هذا النوع، هم كلهم كانوا الأهلية. لكن لا، ما في شخص بيعرف بعمل الامتحان ده منه إلا يمكن ما حدا دراسات. حتى الامتحان كان يطبع، الشخص اللي كان مسؤول في المكتب في نفس القاعة دي زوجته كانت تطبع الامتحان، ولا يعرف بي أي شخص. ولذلك ربنا وغانا شر إنه أي يوم من الأيام الامتحان كشف ولا ما كشف، سرية تامة. دي أدت يعني في عدد من الأشياء زي دي، المؤتمرات ودي وكده، ده كان يكون النشاط. ده نشاط ممتاز. المشاهد الكريم، ده جانب من النشاط الأكاديمي للبروفيسور يوسف فضل حسن. فاصل قصير ثم نعود نواصل هذه المسيرة. المشاهد الكريم، ونعود مرة تانية لضيفنا البروفيسور يوسف فضل حسن. كلمنا شوية عن أعمالك الإدارية، وأنت تقلدت منصب مدير لجامعة الخلق. طيب، أنا أول وظيفة إدارية كانت مدير شعبة أبحاث السودان. الوظيفة الثانية مدير معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية. في وقت ما اتصل بي رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم دكتور جعفر محمد علي بخيت رحمه الله، قال لي ده إنك تبقى عميد كلية الآداب. قلت له لن أترك المعهد. فجمعت بين إدارة معهد، بين عمادة كلية الآداب ومعهد الدراسات في وقت واحد. في وقت واحد لمدة كم تقريبا؟ يعني كلية الآداب حوالي 3 سنوات وشوية. فجمعت بين الوظيفتين، كانت مرهقة شوية، لكن يعني في تداخل بين العمل. أنا في نقطة مهمة، في الأصل شعبة أبحاث السودان ومعهد الدراسات الأفريقية كانوا جزءا من كلية الآداب. في مرحلة لاحقة نحن زي كبرنا شوية وانفصلنا وبقينا تابعين لمدير الجامعة مباشرة. أقول نحن هنا معهد الدراسات الأفريقية. فلما رجعت لكلية الآداب ما كانت غريبة مني أنا كلية الآداب وكذا وهنا. وفي كثير أكثر من مرة كنت يعني كنت أعين عميد بالإنابة. فجمعت بين الوظيفتين، ديك أدتك يعني بعد آخر وتهتم بأشياء أخرى. يعني من الاهتمامات اللي اهتمنا بها قسم التعريب، ده كان من الأشياء المهمة اللي اهتمنا بها اهتمام كبير، وكان زي أصابه نوع من يعني كده أهمل. أسسنا قسم لتدريس اللغة الفرنسية جديد، وبسببه الفرنسيين أعطوني وسام ولا شيء من هذا القبيل. وعلم النفس بكل اقسام، علم النفس ده كده خلال توليك لي وتاني في كليه حسي ما بتذكرها قسم الدراسات الاسلاميه، ده بدات انا وخططت له ونظمنا لكن تركت. يعني ولجنا مجال الدراسات العليا مشينا، لكن اهم حاجه القسم بتاع الترجمة هنا لغة التعريب وكده وهنا أيضا، ده كان من الأشياء المهمة. وأنا في المرحلة دي يعني كده حدث بعض الأشياء يعني جعلتني أفكر في الاقتراب. ما لا أريد أن أفصح عنها، لكن وجدت فرصة ذهبت إلى المملكة العربية السعودية. ويعني بعد 6 أشهر أو في أثناء جاتني رسائل أنا أرجع كده، لكن ما مهم. أول ما رجعت عينت نائب مدير الجامعة، أو بعد مدة بسيطة من مجيب صرت نائب مدير لجامعة الخرطوم. وقبل أن أكمل العام وأكملت العام، رئاسة الجمهورية رأت السيد رئيس نميري رحمه الله رأى إنه أنا أكون مديرا لجامعة أم درمان الإسلامية، فانتقلت إلى جامعة أم درمان الإسلامية ومكثت نحو عام كلها في أبريل تقريبا، مارس أبريل، وعدت إلى جامعة الخرطوم مرة ثانية. ومكست في جامعة الخرطوم شوية وجاءت الانتفاضة، وعرضت يعني الوظيفة الترتيبات الإدارية في الجامعة صارت تخضع للانتخابات.
وأكرمني زملائي واختاروني مديرا للجامعة لمرحلة الثانوية. فما بين نائب مدير ومدير أنا قضيت جامعة قضيت حوالي 6 سنوات، مدير 5 سنوات تقريبا شوية، ونائب مدير 6 سنوات. ده يعني أكتر ما الواحد يطمع فيه إنه يكون في جامعة الخرطوم. بروفيسور يوسف فضل، نحن بعد المسيرة الأكاديمية والإدارية دايرين كده في الثلاث دقائق والأربع دقائق الأخيرة دي تدينا منتوجك العلمي، يعني عناوين منتوجك العلمي. طيب منتوج العلمي أنا عندي حوالي يمكن 70 مقال باللغة العربية والإنجليزية، وعندي من الكتب والإنجليزي بالعربي والإنجليزي حوالي 20-25 كده، أهم العرب والسودان، تحقيق طبقات وضيف الله، تحقيق تاريخ ملوك السنار والعهد التركي المصري، تحرير السودان من أفريقيا، Studies in Sudanese Languages، ودراسات في تاريخ السودان 3 أجزاء، كتاب عن الشلوخ، في مقال عن الأسماء الأعلام عند السودانيين، كتاب عن الثقافة العربية في المنطقة العربية، ده كان مؤتمر بالتعاون مع الجامعة العربية. بعدين الكل نسيت الباقي، لكن يعني حوالي 20 كتاب، 25 كتاب باللغة الإنجليزية والعربية، 70 مقال، لكن لي يعني عدد من الكتب عملت لها مقدمات، دي تقارب 30 كتاب. يعني أصحابي يأتوني مقدمات لها مكانة، يمكن من أهمها كتاب كتبه بروفيسور بوتر عن تاريخ لا هو عن دي جزء مهم كان منه تأسيسه، لكن بيقول كل شيء ممكن في السودان، everything possible in the Sudan، ترجم إلى العربية، ودي من المقدمات اللي أنا فيها سعيد بها، وفي مقدمات أخرى. آخر مقدمة وأنا سعيد بها مقدمة كتبتها عن تاريخ طريقة العجيمية، طرق صوفية، طريقة صوفية، ده له أشهر، كتاب حديث. أيوة صدر يا بروفيسور؟ نعم صدر هاي. الكتاب الأخير كتابة نهج كتابة التاريخ في السودان ده كتبته باسم الجمعية التاريخية السودانية، يعني جاء في مناشطة وقدمناه في نفس القاعة دي قبل 3 أشهر، الكتاب ده تقريبا أو 2 شهر. دي من الجمعية التاريخية من المناشط المهمة اللي اعتز بها وافخر بها، وحاولت لي مدة إنه نتقدم إلى الأمام، والآن عندنا مجلة المؤرخ السوداني صدر منها 5 أعداد، ودي تكاد تكون تتويج لعملي في كل المجلات دي، تحررها بروفيسور ميمونة مرغنة حمزة وآخرين. بروفيسور يوسف، احنا في الختام لأنك ترسل لك رسالة كده للجامعات الأفريقية واتحاد الجامعات الأفريقية وأفريقيا ككل. أنا حقيقة إذا كان عندي رسالة واحدة، الاهتمام بالتاريخ الأفريقي واتخاذ الروايات الشفوية oral traditions من المصادر المهمة، وأي ما ينتج من علم الآثار ودراسة اللغات، دي مصادر نحن أحيانا نهملها في كتابة التاريخ. يعني الوثيقة مصدر مهم، لكن لابد المصدر الوثيقة الوردية الورقية مهمة، لكن لابد من الاستفادة من الآثار، من علم اللغات، ولا المأثورات الفوق تراديشنز وكذا موجودة. أنا أفتكر دي لو تحققت ما في، ما نحتاجه إلى أنه لترجمة الأعمال التي تكتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات الأفريقية أن تكون متاحة للآخرين بلغات أخرى. فلو المنظمة ساعدت في ترجمة هذه الكتب يكون عمل كويس إن شاء الله. ما ننوي أن نعمل إن شاء الله عبر الجمعية التاريخية السودانية ومركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن نصدر كتابا عن تاريخ السودان من بدايته على نسخ تاريخ أفريقيا العام. ده لو تحقق أنا بساعد في العمل الطلب. بروفيسور يوسف فضل حسن،
مدير أسبق لجامعة الخرطوم، هو عالم وباحث في مجال التاريخ العام والتاريخ الأفريقي والعرب والمسلمين. نحن شاكرين لك كثير على دار خيركم الحمد لله. المشاهد الكريم، كان هذا لقاء مع واحد من أعلام جامعة الخرطوم، كلية الآداب وقسم التاريخ، وله إسهامات أكاديمية وإسهامات في العمل العام كبيرة جدا. نتمنى أن تكون واحدة من التوثيقات المهمة جدا التي تسري مقر الاتحاد الجامعات الأفريقية وعضويته، وتسري أيضا الحياة الأكاديمية في هذا الاتحاد الهام جدا الذي يضم عدد كبير جدا من الجامعات الأفريقية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.